أصدرت وسائل إعلام سعودية عن خطوة تتجه لتنفيذها الحكومة بالاتفاقات مع شركات استثمارية تهدف إلى تعزيز الحصار المفروض على قطر. فهذا المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تحويل دولة قطر إلى جزيرة، وذلك بقطع حدودها البرية مع السعودية عبر شق قناة مائية. وقالت سبق إن هذا المشروع السياحي من المتوقع أن يتم إكمال تنفيذه خلال 12 شهرا فقط في حال حصل على الموافقة اللازمة، مشيرة إلى أنه يضم 9 شركات استثمارية. ورغم ذلك فإن إعلاميين وصحفيين يقولون أن هذا المشروع هو لتعزيز الحصار على قطر. قال المسؤولون إن اختيار هذه المنطقة يأتي لحيويتها وطبيعة رمالها الخالي من أي عوائق، إضافة إلى أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.